الناس اللي بتيجي تكتب عربي على الفوتوشوب وتلاقي طلع لها نخابيش. موقع اللي هنتكلم عنه النهارده موقع arabickeyboard.com. يعني لو انت بتعمل تصميم على الفوتوشوب بس محتاج تكتب فيه بالعربي بتلاقي الكلام مكتوب بالعكس. الفكرة بتاعت الموقع ده ان هو انت بتكتب فيه كلام هو بيعكسه بطريقة ما، بتاخده كوبي بيست تحطه في الفوتوشوب تلاقيه كتب معدول وقرا مع الفونتات العربي. كل اللي عليك ان انت تختار الفونت من الفوتوشوب، فونت من فونتات العربي. لو عندك مشكلة في الفونتات العربي وما عندكش فونتات عربي انا هحط لينكات للفونتات العربي في الديسكريبشن بتاع الفيديو، تقدر تنزلها ببلاش من غير ما تدفع فلوس. في ميزة كمان في الموقع ده وهي ان احنا كلنا ما بنيجي نكتب كلام بالعربي ما بنبقاش عارفين التشكيل الصح بتاعه، تقدر في الموقع ده ان انت تكتب الكلام بالعربي وهو يشكله لك. الموقع كمان في ميزة كمان ان هو بيعلمك ازاي تكتب عربي بطريقة اسرع. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ولايك وكومنت وشير على الفيسبوك وتعملوا تاج لاصحابكم المهتمين وتبعتوا لهم على الواتساب وبس. سلام عليكم.